إن شاء الله يكون في المستوى المطلوب. هذا منعرج تاريخي في تونس. المواطنين يظل عندهم شعور بالمسؤولية، قاعدين يتوافدوا على مراكز الاقتراع، وهذا مؤشر إيجابي يجب ندعموه. وربي يحفظ تونس. جيت تشوف الفامي الكل تشجع فيهم باش الناس الكل تربح. طبيعة الحال هاو نشوفوا العائلات الكل فرحانين، ان شاء الله يكون يوم عرس عرس انتخابي. حسب ما لاحظت شنو الفرق بين انتخابات 23 اكتوبر 2011 وانتخابات اليوم انتخابات الشارع؟ اليوم احنا باش ننتخبوا برلمان لمده 5 سنوات. في 23 اكتوبر كان انتخاب لمجلس وطني تاسيسي لاعداد الدستور. اليوم لاول مره انتخابات تشريعيه حقيقيه اللي باش يختار فيها تونس البرلمان والحكومات اللي باش تحكم تونس في الفتره القادمه.